عقيدتهم اللي بيعتبروها البعض متشددة بتمنعهم من استخدام المكن، ولو بعض الأمش طلع لهم بعض الفتاوى باستخدام المكن في نطاق ضيق لازم يشغلوه بالغاز الطبيعي، عشان حرام عليهم يشغلوه بالمحروقات أو أي وقود أحفوري اللي هو اسمه بترول يعني بدون لف ودوران، لأنه طبعا ملوث للبيئة وأي حاجة ملوثة تبقى محرمة. بالتالي كل الأمش ممنوع عليهم تماما دينيا استخدام أي كيماويات، منتجاتهم 100% أورجانيك أو متعالجة حيويا، خالية تماما من أي مبيدات أو كيماويات ضارة. كلهم الأسرة كلها تصحى من الفجر تشتغل بإيديها في الزراعة، حلب اللبن، بقر، جاموس، لم البيض من الطيور، أب وأم وأطفال وعمام وكله. النتيجة إنتاج كتير نوديه فين؟ بديهي يعملوا أماكن بيع. منتجاتهم اللي هي زيادة عن حاجتهم في ليها أماكن بتبيعها بيسموها مزارع القمش، وهي في أمريكا اكتشفت إنها الأشهر على الإطلاق وعليها إقبال عظيم. بديهي. هنا في مصر محل من محلات القمش بيبيع منتجاتهم، هتروح تشتري منهم؟ طب هتشتري وانت واثق في جودة المنتج بتاعهم بنسبة كام؟ لأن الإجابات بديهية، القمش نجحوا جدا في البيزنس، عملوا فلوس كتير، فلوس هم أساسا مش محتاجينها، ناس الفلوس هي اللي بتجري وراهم وهم مش عايزين حاجة، ناس مستغنية. حلل كده، هيصرفوا الفلوس في ايه؟ تعليم، مش بيودوا الجامعة ولا تلزمهم، بيقولوا هنتعلم اكتر لو اشتغلنا بايدينا وركزنا في الخالق عمله. فنتعلم ونروح الجامعة ليه؟ الحكمة اهم من التعليم. هما مقتنعين ان بعد التعليم الاساسي بعد كده التعليم مضر مش مفيد، والتعليم ده هو اللي هيدمر العالم. اقول لهم ما انتوا بتروحوا مستشفيات، يردوا ويقولوا ما هو بسبب الامراض اللي انتوا جبتوها لنا، زي ما بوظتونا بعلمكم عالجونا بالمفيد اللي فيه. منطق يعني العلم الزايد زي ما تسبب في ضررنا عليه اصلاح ما فسد. معهم حق. سالتهم طب انتوا مش بتحتاجوا حاجه؟ لا. بيوتكم مش ناقصها حاجه؟ ابدا. احنا حتى بيوتنا اجمل بيوت، ده غير ان احنا بنبنيها بايدينا. Amish owned businesses, they'll work for outsiders also. They'll travel to other states and to work on you know, new construction. Yeah. Or a lot of things like that. They make a very good living. They have beautiful homes. Mm. Much more modern than this home, than this house. This is more like my grandparents' house. It's the original one. Yes. Mm-hmm.
there's electricity. Yes. Yeah. So some of the Amish use electricity now? This is part of the Amish farmhouse. Ah, okay. ناس عندهم كل اللي ممكن يحتاجوه، ثلاجة، مراوح، كلهم مش شغالين بالكهرباء، شغالين بتوحين الهواء، بتطلع كهرباء لبطارية تشتغل للضروريات فقط، لكن ممنوع تماما دخول أي سلك كهرباء، ممنوع تماما دخول التلفزيون أو حتى المروح للسينما. بيكسبوا كويس جدا من شغلهم في بناء البيوت للغير، وطبعا عندهم أجمل بيوت ممكن تدخلها في حياتك، كل خشبة فيها معمولة بمنتهى الدقة بمنتهى الفن. ناس ما وراهاش حاجة، أكل كتير مكفيهم وفايض، وقت كتير يخلوهم يبدوا بنفسهم ويخلوا أولادهم يشاركوهم. طبعا كل ده، الناس دي عايشة في الجنة. مهما وصفت اللي اكتشفته في حياتهم ما يتصدقش.